التعنت الجزائري يضطر الجامعة الملكية لكرة القدم للانسحاب من بطولة شان في حال عدم ترخيص رحلة جوية مباشرة لا خاصة للمنتخب المغربي الأقل من 23 سنة مباشرة من المغرب إلى الجزائر. ما دمت ستستضيف بطولة رياضية إفريقية فأنت مطالب بترخيص تنقل المنتخبات المشاركة لدخول ترابك، وغير ذلك يضطرنا للانسحاب. عنوان مراسلة بعثتها الجامعة الملكية لكرة القدم للكونفدرالية الإفريقية للعبة ذاتها في إطار احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية. طبعا مراسلة تضمنت مطلب الجامعة ترخيص رحلة جوية مباشرة لا خاصة عبر الخطوط الملكية المغربية للمنتخب المغربي انطلاقا من الرباط نحو الجزائر عبر أجواء البلدين، وفي حال رفض ذلك قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. ولم يتأخر الرد الجزائري على المطلب المغربي على لسان رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر 2023، واضحا أن دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ينص على أن مستضيف المنافسة ملزم تأمين تنقلات وفود المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني فقط، ولا توجد عبارة توفير خط جوي مباشر. وفي انتظار الرد النهائي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تبقى الجامعة الملكية لكرة القدم متشبتة بموقفها في حالة عدم ترخيص رحلة مباشرة لا خاصة للمنتخب المغربي إلى الجزائر.